عجبك الاكل يا حاج؟ يا سلام يا ست فوزيه، الحياه انت اكلك ما يعلاش عليه. مطرح ما يسر يمري يا اخويا. بسم الله ما شاء الله، يعني عليكي وعلى صنع ايديكي. دي شهاده كبيره قوي ياما، ابويا ما بيقولهاش لاي حد. وايه الفايده يا اختي ما دام بياكل بره؟ بره فين يا وليه؟ انت عارفاني انا ما بطلش غير الاكل البيتي. قصدي يعني ما بتاكلش عندي. الله، امال انا سالت ايدي من ايه دلوقتي؟ مش من اكلك؟ ما تقولي لها بطه. بقول لك يا فوزيه، ما تعملي كوبايه شاي؟ الله يا حبيبي، انت مش هتحلي ولا ايه؟ ما كمان شويه ما احنا قاعدين، بس اعملي كوبايه شاي بقى. من عينيا يا اخوي، من عينيا يا ابراهيم. يلا ست، بسم الله ما شاء الله محمل ماشي. قولي يا بت، ايه جوزك ما كلمكيش في التليفون؟ بتصور يابا، ما كلفش خاطره يتصل بيا ولو مره واحده. مسكين، تلاقيه مشغول لشوشته، ربنا يكون في عونه ومشغول. انا ما قلتش حاجه بس يطمني عليه. اه طيب، انت يا بنتي ما تعرفيش هو سافر اي بلد بالظبط؟ ما اعرفش يابا. سبحان الله، واحده جوزها مسافر مش عارفه سافر اي بلد؟ ما قالش. ما قالش؟ تقوم انت تساليه. يو يابا، ما انا كل ما اساله يقول لي بصي يا بطه انا مسافر بره وخلاص. جرى يا بت، انت عبيطه ولا بتستعبطي؟ واحده جوزها مسافر بره مش عارفه راح اي بلد، قاعد في عين الوكاندا، تلفونها كام؟ طيب افرضي لا قدر الله حصلت له مشكله ولا تعب ولا حاجه، ما نبقاش عارفين هو متنيل قاعد فين. صح يا بت، كلام ابوكي صح. ما توعيها فوزيه. يا اخويا وعيتها كتير، بس حبها ليه قلب دماغها. حبها ايه بس؟ وبعدين مش احتمال انه ما يكونش مسافر لشغل؟ يعني ايه؟ انت بتساليني انا يعني ايه؟ انا اصلا عرفت ان الواد سمير ابن المعلم مطاوع، شكرا الله يرحمه، سافر معاه. اه فعلا. الله، يمكن يا بنتي يا خايبه انتي فعلا ما يكونوش مسافرين لشغل. بقول لكم ايه، ما توجعوش قلبي، يعني هيكون مسافرين ليه؟ بص يا بنتي، انتي عرفيني بس هو سافر اني بلد وانا اقول لك هو سافر ليه. يا اختي يا اخويا، اسم الله عليك وعلى عقلك يا ابراهيم. يا اخويا ربنا يخليك لينا. يا اختي اسم الله اسم الله. بنتي يا بطه، تعالي عاوزاكي. حاضر يا ابني. امك عايزه ايه؟ عن اذنك يا ابني. يلا يا اختي. خشي يا بنتي، ارسي. ايه ايه؟ انت هتفضلي قاعده كاتمه على نفسنا كده يا بنت؟ قصدك ايه يامه؟ قال يا بنت، مش قلت لك اول ما ابوك يجيني تزقي عجلك على بيتك على طول؟ عايزه نمشي يامه. يا بنت يا بنت، خلي عندك دم يا بنت، حطي في عينك حصوه ملح. انت عارفه يا بنت انا بتلم على ابوكي كل حين ومين. هو مين اللي طلبني وقال لي اجي؟ مش ابويا هو اللي خلاني اجي هنا؟ خلاص يا اختي، واديكي قعدتي معاه بما فيه الكفايه، خلاص بقى سيبي لامك تقعد معاه شويه. ايش معنى انت يا بنت لازقه لجوزك على طول؟ حقك عليا ياما، انا ماشي. استني هنا يا بنت. عايزه ايه تاني؟ استني اللي تنقصي عايزاكي. قولي لي يا بنت، قلبي ثاني واحد فيهم. الفستقي يامه، الفستقي هيبقى حلو عليكي قوي. طب يلا يا اختي، يلا ورينا عبد التافه. يلا ماشي يامه. يلا ماشي. نسيبه. شفتي يا ابراهيم؟ يا حاج، كده يا ابراهيم؟ الله يخرب بيتك يا بطه.